في إحدى ولايات أمريكا واحدة اسمها سوزي وإيلين وجيسكا، دول بنات مراهقات قرروا إنهم يدخلوا المدرسة المهجورة. معروف في كل الولاية إن المدرسة دي مسكونة بكمية كبيرة من الأشباح، لدرجة إن الناس اللي ساكنة قريب من المدرسة بيسمعوا صوت الأشباح بالليل، ومع ذلك البنات المراهقين دول قرروا إنهم يدخلوا المدرسة، وده الفيديو الحقيقي اللي صوروه البنات. Knock on it, knock. No, go. Knock harder. Let him know. Let him. وزي ما انتوا شفتوا لما البنات جربوا علشان يصوروا، طبعا هم كانوا واخدين الموضوع هزار، لما جربوا من المدرسة بدأوا يسمعوا صوت صراخ جاي من داخل المدرسة المهجورة. واحدة من البنات قالت فيما بعد، قالت ان الصوت اللي سمعناه كان صوت سيدة بتصرخ كأنها بتستغيث او بتتألم من شخص مجهول بيعذبها. ما تنساش تصلي على النبي، جهز كوباية الشاي، حط لايك واستمتع معنا بالفيديو. سنة 2016 برضو في إحدى ولايات أمريكا، طبيب قاعد في المستشفى وجات سيدة عجوز وطلبت منه إنه يدلها على مكان الطوارئ. فالراجل بكل بساطة بدأ يشاور لها إزاي تروح مكان الطوارئ، ويبدو كده إن الفيديو ده يعني فيديو عادي جدا، طبيب بيساعد ست مسنة، لكن الشخص اللي قاعد على كاميرات المراقبة يعني ظهر قدامه إن الطبيب بيكلم نفسه، مفيش حد واقف قدامه. فنادى على الطبيب وقال له انت كنت بتكلم مين؟ الطبيب حكى له الحكايه وقال له ان في واحده سيده عجوزه جات وطلبت مني اقول لها على مكان الطوارئ، فقال له عايزك تتفرج على كاميرات المراقبه علشان تعرف انك انت كنت بتكلم نفسك، وده الفيديو الحقيقي اللي تم تصويره. طبعا الطبيب لما شاف الفيديو وشاف نفسه بيكلم نفسه ومفيش سيدة جات سألته عن الطوارئ، أصاب الذهول والرعب وبدأ يسترجع ذكريات الموقف، وقال إن فعلا السيدة العجوزة اللي كلمتني كانت نظرات عينيها غريبة لدرجة إن عينها كأنها بتطلع نار. سنة 2023 وفي أحد الفنادق، نزيلة في الفندق فتاة كده طلعت علشان تروح للدور الأرضي، لكن وهي ماشية في الممر حصل معاها موقف مرعب. أنا هسيب لكم الفيديو الحقيقي اللي تم تصويره ونفسر الفيديو ده بعد ما تتفرجوا عليه. لو تلاحظوا ان اول حاجة حصلت الشجرة اللي موجودة في اخر الممر سقطت على الارض، وفجأة الفتاة دي حست بان شعرها بيتحرك، ومش حركة طبيعية لان شعرها كان عادي يعني ثابت، لكن هي قالت ان انا حسيت ان فيه شخص بيمد ايده على شعري وبيشدني من شعري او بيحرك شعري. في احدى الليالي وبالتحديد بعد منتصف الليل، اقتربت سيدة من احد المنازل، وزي ما انتم شايفين في الفيديو كانت ناوية تسرق الدراجة اللي موجودة على الباب، لكن اللي حصل ما كانش يخطر على بالها أبدا. Sorry, I'm sorry. I'm sorry. I'm very, very sorry. I'll never do this ever I will call again. The police. I know. I'm sorry. Please don't. And I'm on your ring anyway, so they'll know who I am. Yeah. Okay, I have four kids. I apologize. I just have no gas money. Get off my fucking property. I apologize. I'm so sorry. I've never even done this before. I promise. You probably shouldn't again. I won't. These people told me that they would give me 20. صاحب البيت كان متابع الكاميرا وطلع علشان يقبض على السيدة دي، وبدأت السيدة تتحجج له بأنها هي فقيرة وأنها بتصرف على 4 أطفال،
يعني انت عايزك تعلق على الموقف ده وتقول ممكن تكون هي محترفة في السرقة والكذب وبتضحك على الراجل، وممكن يكون عندها حق ومحتاجة الفلوس. اكتب رأيك في الكومنتات، ما تنسوش يا جماعة اللايك والكومنت بيرفع الفيديو، واستنونا ان شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.